رياض فوز مهم للوحدة يؤكد عزم الوحدة على المنافسة على لقب بطولة الدوري هذا الموسم من حيث المستوى والأداء. بلا شك المستوى والأداء اليوم الوحدة خاصة في بداية المباراة في الشوط الأولي نجح الفريق بشكل مثالي في أداء متميز، وخاصة مجموعة الهجوم أو القوة الضاربة في الهجوم مع إسماعيل زايد العكبري اللي شارك اليوم عطت هذه المجموعة، وهي أصلا مجموعة متكيفة مع بعضها، عطت حضور مميز، قدرت تحسم الشوط الأول بطريقة مثالية، ونجحت أيضا في حصول على فرص كثيرة في المباراة، وقادرة كانت تغير نتيجة المباراة لولو سوء استقلال الفرص، سواء كان من تيغالي أو من اللاعبين الآخر لكان اليوم الوحدة أعتقد عنده نتيجة كبيرة في هذه المباراة بفضل القوة الضاربة والمثالية. المباراة كانت سهلة على الوحدة؟ أكيد بتكون سهلة للوحدة في الشوط الأول، إذا حال وتنظيم الدفاع الإماراتي بهذا الشكل فبتكون سهلة، لأن اليوم خلينا نكون واقعيين جمال، اليوم وين القوة المؤثرة في شو اسمه في الوحدة؟ الجناح الأيمن والجناح الأيسر، لما أنت تعطيهم المساحة وتعطيهم عدم الإهمال في الرقابة وعدم التعامل مع قوة الوحدة زين، خاصة ذلين لما يدخلون بالداخل انتهى كل شيء. يعني اليوم سوء التنظيم وسوء التعامل مع القوة في 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 الإمارات، القوة المؤثرة عطى الوحدة مساحات كبيرة. اليوم رجي كم استخدم ورقة العكبري من اللاعبين اللي يعطونك شكل في الهجوم جيد ويعطيك إضافة ويساعد شو اسمه، فأعتقد هذه الأمور كلها ساعدت الوحدة. لكن القضية في الوحدة أعتقد أن على رجي كم عليه أن يبحث نزول مستوى الوحدة في الشوط الثاني، دي مشكلة في الوحدة الآن. اليوم الفرق الكبيرة هذه يجب يكون أدائها العالي على مدار 90 دقيقة، لكن في الوحدة اليوم هذه كان في نزول؟ نزول الأداء، ينزل الوحدة دائما ينزل أداء الوحدة، وهذه مؤشر خطر عليه بحث الأوراق المهمة المبعثرة في هذه الناحية. أنت تنافس جمال معروف، يجب أن تتعامل على مدار 90 دقيقة بأداء ووتير عالي زين، فما يصير دائما ما ينزل الوحدة ويعطيك مؤشر ممكن توصله ممكن تسجل عليه. فهذه أعتقد على رجي كم أن يعالج هذه المشكلة، قراءة الأوضاع المباراة، تعاطي مع الجانب البدني، هناك أمور كثيرة، لكن الوحدة ما يعطيك 90 دقيقة على رتم وأداء عالي، وهذا مؤشر كل الفرق بهذه الطريقة؟ لا، أنت اليوم عادة الفرق اللي تنافس وأنت تيجي الجولة الخامسة لازم يكون أداءك 90 دقيقة وتيرة عالي، مش كل مباراة أنت تنزل في الدقيقة 65 في الدقيقة 70 تنزل نزول مؤثر جمال، في فرق هناك هنا أنت هاي مسؤولية مدرب؟ دي في أوراق مبعثرة في هذه الحالة. المبعثرة هي هل لما أنت تنزل في الأداء هنا تبحث عن هذه الأوراق، هل الجانب البدني هو المؤثر؟ هل قراءتك لأوضاع المباراة إثناء سير المباراة غير مؤثرة؟ هل أنت ما تتحمل الضغط العالي على مدار 90 دقيقة؟ طيب. دي يسمونها أوراق مبعثرة عليك أن تبحث عنها.